اهلا بكل متابعينا، انا دكتوره رشا ابراهيم اخصائيه الجلديه والتجميل بمركز الدكتور سليمان حبيب الطبي. النهارده حابه اكلمكم عن موضوع مهم جدا وهو تساقط الشعر. كتير مننا بيعاني من تساقط الشعر، كتير مننا بيعتقد ان علاج تساقط الشعر يقتصر على استخدام شامبو معين او بعض المنتجات الموضعيه للشعر، ولكن في الحقيقه تساقط الشعر اسبابه كثيره جدا، بدايه من النوع الوراثي او وجود خلل هرموني او نتيجه نقص بعض الفيتامينز واهمها الفيتامين د، نقص الحديد، البيوتين، الزنك، او وجود كسور في الغده الدرقيه. علشان كده بنفضل دايما عمل بعض الفحوصات الاوليه قبل العلاج، وذلك للتاكد من عدم وجود اسباب داخليه كسبب رئيسي لتساقط الشعر. كورس العلاج يتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وبيكون عباره عن اقراص خاصه لنمو وتقويه الشعر. بعض المنتجات الموضعيه بتكون في صوره سبراي او امبيولز تحتوي على الفيتامينز او الخلايا الجذعيه، بالاضافه الى عمل جلسات البلازما او البي ار بي او خلايا جذعيه جلسه كل شهر.